يعني ببرنامجنا الصباحي دائما يمكن عم نتطرق لمواضيع من حياتنا اليومية. سالي، بدنا نحكي اليوم عن مفهوم يمكن نفسي وإنساني، اضطراب نفسي يمكن بيعاني منه العديد من الأشخاص بعلم النفس، اسمه الإنهيدونيا. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع ونتعرف عليه. رح يكون معنا الدكتورة غالية سعيد، أخصائية بعلم النفس. يسعد صباحك غالية. يا صباح الخير وصباح كل الأشياء الحلوة بعيداً عن الإنهيدونيا. أكيد. صباح الخير يا غالية، واليوم دائماً هيك من خلال دائماً حديثنا معك بناخذ منك طاقة إيجابية أو بناخذ أيضاً معلومات مهمة. إنهيدونيا، لا كله مستغرب شو هي الإنهيدونيا، عارفين على الإنهيدونيا؟ تمام يا سيدتي. أول شيء هو المصطلح كتير غريب يعني كتعريف أو ككلمة، بس نحن أكيد عايشينه بشكل كتير طبيعي، وأنا بتأكد أنه نسبة كتير كبيرة كانت عايشة فيه، بس لنعرف نعرف شو هو الإنهيدونيا أو مصطلح التسطح العاطفي أو انعدام المتعة أو انعدام اللذة أو اختفاء شعور السعادة أو اختفاء أي شعور بيعطيك إحساس بالسعادة بالسرور بالمتعة بالفرح، بيعطيك إحساس بالمقابل اللا مبالاة اللا أهمية، ما بقى يهمني شيء بالعامي، ما عاد يعني لي أي شيء، كل شيء سواء عندي، شو ما بده يصير يصير، أنا أموري ما بت... يعني بتوقفي بخط الوسط. تمام. وهذا الإحساس اللي بيعمل خليني أقول لك الخدر العاطفي أو العدم أو انعدام مستوى السعادة أو اللذة أو الفرحة أو حتى المتعة بأي شيء ممكن تعمليه. وطبعا هذا الشيء يعني ما بيبلش هيك فجأة، إنما هو بيطلع بحالات تدريجية. هو فعلا اضطراب تشخص حسب الجمعية الأمريكية للاضطرابات النفسية، وتشخص من الاضطرابات المؤلمة والخفية. يعني هذا الاضطراب بيطلع بشكل خفي أنت ما بتشعري فيه، لأنه حتى أعراضه هي بتكون متداخلة مع بعضها، فأنت بتشعري أول أنه ممكن أنا ضايق خلقي، ممكن ضغط شغل، ممكن تعبانة. ونستخدم كلمة واحدة نحن دائما انه انا مكتئب. تماما. المشكلة بنستخدم كلمة واحدة انه انا مكتئب، ضايق خلقي، مو عارفان شو عم بيصير معي. بس هو ببلش بهي هيك خليني اقول لك النعرات النفسية البسيطة، بيعطيكي هيك ومضات قصص هيك، بيروح وبيرجع بيروح. شو اعراضه غالية بشكل واضح يعني؟ تمام. اول اعراض بتبدا بالنسبه له انك بتفقدي المتعه باي شيء عم بتبلشي تعملي. طبعا مو فورا بتفقدي المتعه، بصير عندك فتور. يعني مثلا انت مثلا بتحبي كثير اكله وعندك كثير متعه انك تاكليها، ما بتصير موجوده انه ايه منيحه. فلان مثلا انت بتنبسطي لما تكوني قاعده معه، بعدين بصير شعورك معه عادي. فاول شيء بتبلش شعور الفتور بكل شيء، واحساسك انه انا واقف وين واقفه او شو عم بعمل. بتفيق الصبح عندك مبادئ او احساسات بالاكتئابات الصباحيه. هذا الاكتئاب الصباحي يعني مخيف جدا، تبع اول ما بتفيق الصبح هيك بتبقي هيك بسريرك، فبتطلع هيك ليش فقت انا اليوم، شو في عندي اليوم، يا الله لسه بدي اعمل هيك، لسه بدي اسوي هيك، مو جاي على بالي. كلمه مو جاي على بالي بتتكرر كثير 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 كثير، بتصير بين مصطلحاتك. مالل، ضايق خلقي، ضايق نفسي، ما بعرف شو عم بيصير معي، ما بدي. شوي شوي بتلاقي حالك عم تنسحبي اجتماعيا، بتصيري بتبعدي مثلا عن تواصلك مع اصدقائك مع عائلتك، بصير اي شيء مثلا ممكن كان يضحكك، مثلا حدا حكى نكته، حدا صار موقف قدامه، فانت بتطلعي فيهم هيك على شو عم تضحكوا، وبترجعي هيك يعني بشغلاتك، بتفقدي اهتمامك الذاتي الشخصي. يعني بدل ما كنت تفيقي على المرايه تركزي امورك شعارك ثيابك او شيء، بتصيري ممكن تكرري ثيابك حتى لو صلت 3 ايام ما عندك اي مشكله. مثلا كنتي تعملي بشعرك شيء او تعملي شيء عادي، بتصير بتكتفي انك انت تربطي شعرك ربطه كثير بسيطه وعاديه وتمشي، بصير الحمام ما بيهتم فيه يمكن الواحد. تماما. حتى هذا الشيء بيؤدي انه انت بتوصلي لمرحله انه سوري يعني حتى تشم الواحد ريحته كثير صارت سيئه، ممكن بقى انه ما عاد في هذا الاهتمام الذاتي او العامل المهم اللي بيكون موجود عندك. هلا النفسي السبب الاهم والاعظم اللي هذا شو قالت اكثر من دراسه، انه بيكون سببه الاهم هو انهيار نظام المكافآت ضمن الدماغ المسؤول عنه، هو هرمون الدوبامين. احنا بنعرف انه الحاكم الرسمي لنا تقريبا هو الهرمونات الموجوده باجسامنا، هي اللي بتعطيك الاحساس بالتفاؤل بالسعاده بالثقه بالمحبه بالعطاء. فاحيانا بصير عندك اختلال بالهرمونات، وفكره نظام المكافآت بينهدم عنا تماما، فبيصير انه انا ما عاد في شيء اني انا اعمله، ما عاد في شيء اني انا ساويه. اضطرابات بالمزاج، اضطرابات بالعاطفة، بتبلشي بتبعدي عن شريكك، ممكن حنقطع عن أطفالك إذا بالبيت، شو ما عملوا لك إيه عادي ما بيهم مو كتير. يعني حتى ملامح وشك بتاخد نمط تاني، وحتى ممكن يأثر على لون البشرة. يعني ممكن تشوفي حدا بالعامة نحن بنقول له ليش هيك وجهك أصفر، ليش هيك لونك شاحب، ليه هيك حاطط، حتى لون البشرة بيصير بيتأثر.
مناعة جسمك بتنخفض، بتصير بتنزل، عوامل جسمك بتتأثر معه، يعني تقصف بالأظافر، تقصف بأطراف الشعر، ممكن يصير عندك خمول عام بالجسم، هر شعر، بهر الشعر، أي. لأنه بتصيري حتى مجرد ما تعملي إيدك بشعرك هيك، فإنه ليه هيك عم بيصير معي؟ شو عم بيصير؟ هي منعكسات الحالة النفسية يعني. تماماً، حتى أظافرك بتصير يعني بتتأثر معك بشكل مو طبيعي، كل شيء، كل شيء، حتى بشرتك بتحسي بالشحوب، بالدونية، حتى النفس بيضيق يمكن، حتى النفس بصير سريع جداً ومتقطع، يعني بتتنفسي هيك صعبة وهيك بهي الطريقة، فهي كثير مؤلمة بالنسبة للحالة النفسية والجسدية. يعني هي عن جد إذا وصفناها يعني بشكل الكامل هي حالة جدا صعبة ويعاني منها الشخص والمحيط، يعني أيضا محيط الشخص ممكن يعاني منها إذا كان في زوج، إذا كان في أولاد، ونحن عم نقول زوج لأنه نحن مثل ما قلتي غالية الهرمونات أكثر شيء عند النساء هي تخربطات الهرمونات. أكيد. فخلينا نحكي أول شيء في حال صعب للشخص هذا الموضوع، العلاج. تماما يا سيدتي، هلا العلاج كله موجود دائما، ما في اي مشكله ممكن ما تكون العلاج، بس في نقطه كثير مهمه قبل ما ننتقل لمرحله العلاج، كل شخص بلاحظ على حاله بلشت عنده الاعراض والتزمت معه اكثر، قطعت ال 15 يوم انا على نفس النمط، لانه هي فعلا هي حكما هي اعراض بتجهز للدخول بعالم الاكتئاب، وما ادراكي مع عالم الاكتئاب، يعني الانهيدونيا هو المدخل المباشر لمرض الاكتئاب خلينا نقول، فاذا تواصلت معي الاعراض اكثر من 15 يوم بحاله مستديمه ما انقطعت معي ولا يوم او ساعتين او فكره هيك بسيطه، فانا هون وضعي خطر، يفترض فورا اني انا اخذ استشاره اخصائي نفسي او روح على الاقل احكي. اما اذا انا بلشت معي في فرق بين الانهيدونيا وبين مشاعر الضيق والتوتر والكرب اللي بتصير موجوده عندنا، مشاعر الضيق والتوتر، انا ممكن كثير حدا عم يسمعنا يشخص حاله بهي الطريقه، مشاعر الضيق والتوتر هي بتضل معك من يومين لثلاث ايام، اكثر شيء 4-5 ايام وبتروح، بعدين تنزل. يعني حدا عزمك على اكله، حدا قال لك شغله حلوه صار معك، مالي نفس مالي خلق عادي، لا يعني كسرتي الحاله شوي، ضحكتي او تغيرتي، فانه شايفه هذا الحق انه بس ضحكتي او غيرتي المود لو ساعه احنا بنعتبر هذا مشاعر ضغط وضيق نفسي. طيب اما اذا فرد كامل سحبه كامله وما تغير معك اي شيء، انما انت شعري حالك انك كل مالك عم تنزلي اكثر، هون فورا لازم نطلب استشاره اخصائي نفسي، لانه طبعا اكيد دغري فورا بيحاولوا يشوفوا وضع الهرمونات شو بيكون موجود فيها، وممكن نستعين طبعا اكيد بطبيب نفسي اذا كان في حاله تدخل دوائي، ممكن يكون في تعديل هرمونات، ممكن يكون في ادويه ممكن تساعدنا لحتى نحن بنقلها معدلات المزاج او الشيء اللي بيرفع الطاقه النفسيه. هلا هدول الادويه بيعملوا شيء يعني؟ يعني الشغلات احيانا في عالم تنحف عليها، في عالم تسمن عليها، ولا لا ما لها علاقه؟ هلا هون انت فتحتي نقطه كثير مهمه، للاسف يشاع بين العامه انه في ادويه، بعض الادويه النفسيه اللي هي فعلا مضادات للاكتئاب، انا تفاجات انهم عم ياخذوها هن مضاد للسمنه، مثل البروزياك مثلا. بروزاك، بروزاك هو مضاد للاكتئاب، وانا تفاجات كثير انه في عالم عم تاخذه انه هو منحف، بس هو يعني العمل الاساسي له انه هو مثلا مضاد للاكتئاب. إيه نعم. تمام، يعني هو ممكن يعمل اثار جانبيه، ممكن يعمل تفاعلات بالجسم، فعم يؤدي انه في يصير في نزول لل... بس انت بهالحاله يعني عم تصلحي شيء بس بالمقابل عم بصير عندك مشاكل اخرى، يعني الادويه النفسيه هي حصرا تتابع مع طبيب نفسي بوصفته مع ارشاداته، لا يخفف الا حسب ما هو بيوصف، لا يؤخذ الا ما هو حسب بيوصف. صح. مو اي شخص ارتاح على حبه خذ جرب هالحبه انا ارتحت عليها، كثير انا عم بسمعها هي متضايق اخذ لك حبه قبل ما تنام، هي لسه اكثر شيء بدهرج هلا، وخاصه انه مثلا في ناس قال لك يلا خذ هاي الحبه انا الدكتور واصف لي اياها من 3 سنين وكثير ارتحت عليها. من 3 سنين اهم شيء، يعني مع انه بالجانب النفسي تماما، يعني هرموناتك غير هرموناتي واستقلابك غير استقلابي، كثير موضوع الحبه بالذات يعني او الدواء بياثر بشكل كثير كبير يعني. وللاسف غاليه عندنا فكره ثانيه انه ممكن نحن كثير نكون متضايقين بس ما يخطر لنا لا نروح لعند اخصائي نفسي ولا لعند اخصائي اجتماعي ونقول هلا العالم بدهم يقولوا عنا جنينة ورحنا لعند الدكتور نفسي، هي اول كلمه طبعاً. يمكن في كثير عالم بتفكرها فبيلجأوا للادويه العشوائيه طبعاً. اليوم قديش مهم يكون عنا هي الثقافه، ثقافه الطبيب النفسي، ثقافه الاخصائي الاجتماعي نحن نلجأ له بحال حسينا باي مشاعر يعني نفسيه غير جيده، عشان ما نتطور ونروح للاكتئاب ونروح لامراض نفسيه مزمنه. طبعا اكيد يا سيدتي، اولا خليني بلش بالفكره اللي بتخوف،
مين مجرب فكرة الاكتئاب؟ الاكتئاب بحد ذاته هو يعني عالم مخيف، لأنه هو مرض تشخص جسدي ونفسي وليس فقط نفسي، يعني الجسم كله بيتأثر حتى بمقاطع تشريحية لدماغ شخص مكتئب، والطبق المحوري والرنين المغناطيسي قالوا أنه الدماغ بيتأثر بشكل كتير كبير. الدوخة ما بتفارقه، الصداع، كل جسمه بيتأثر مع هاي الحالة. أكيد ما في حدا بيحب يضل بهذا الموضوع. وعلى فكرة دوامة الاكتئاب مخيفة جدا، يعني مو سهولة بتفوتي أنك أنت تطلعي، والأصعب أنه المجتمع ما بيقبلك فورا لما بتطلعي من دوامة الاكتئاب، بضل بيعاملك بحساسية أنه معلش يتركوها. إذا عصبتي شوي، يعني كتير صايرة مع أشخاص بيقولوا أنه بيتعافوا، فإذا عصبوا شوي بيضلوا بيتنمر عليهم المجتمع. أنا باخذ الأسباب الكبيرة لنخاف للأسباب الصغيرة. يعني أحد الحالات كانت موجودة معنا بعد ما تعالجت من الاكتئاب، عم يعني عصبت بشكل طبيعي، فكان الجرب ان انت اخذتي الحبه تبعك اليوم. يعني تخيلي قالتي انا اذا بدي اكتئب هلا بيرجع اكتئب مره ثانيه بعد التنمر اللي عم بيصير برا. خلص حكموا عليها انه هي صارت بهي الطريقه. وليش يعني انه انت عصبتي، ونحن كنا بنعرف انه انت كان عندك اكتئاب، فخلص انا انطبعت معي انه انت لازم اخذتي الدواء اليوم، عم تتابعي دكتورك لساعتك. هي الفكره البشعه اللي نحن يعني ثبتت بعقلنا انه انا اذا متضايق ما لازم اروح لعند حدا نفسي او اقعد معه. هذا الشخص بكل بساطه هو شخص خارج الاطار اللي انت قاعده فيه، هو بيشوف الرؤيه او الزاويه تبعك من مكان مختلف، بيساعدك على انك انت تلاقي حل للمشكله، يعني بيفتح لك الباب اللي ممكن انت موجود قدامك بس من ضيقك ما عم تقدري تفتحيه او تبعدي عنه. بيعطيكي معالجه اخرى لمشكلتك، لرايك، لنظرتك للموضوع. يعني هو ما بياكل حدا، ما له بعبع يعني، صح. وما بيعرفك اساسا، صح. يعني لحتى يجي كل شوي لك تتذكري انت اللي اجيتي لعندي بزمانك. اكيد لا. لا لا 100% حديثك غالية، ويعني عفوا يعني خلينا نحكي بشكل عام وبشفافية، ما في إنسان فينا ما عنده عقد معينة نتيجة الظروف المحيطة. ما بنخلق نحن نخلق صافيين نقيين، ولكن نحن عالم بنتأثر بالمحيط الخارجي، معرضين جدا، وخاصة بأزمة. نحن عايشين بأزمة، ممكن آكلين صدمات بحياتنا، ممكن عم نعاني من ضغوطات حياة، هاي كلها وين بدها تصب بحالتنا النفسية. تماماً. يعني اللي بتنمروا يمكن هن عندهم أمراض أكثر. أكيد من المريض عنده علة نفسية عن جد، هن بدهم علاج يعني بس بالموضوع أنه يظهروا حالهم. أكيد. أنه أنا موجود، أنا أتكلم أنا موجود. خلينا نحكي أيضا عن قديش مهم ايضا الانسان مثل ما بيروح عند دكتور يفحص حاله، يعمل حتى تشيك على حاله طبعاً. كمان لازم يروح عند الاخصائي النفسي ليعمل كمان تشيك على حاله. قديش حلو الانسان يحكي ليقدر يطلع من الحاله قبل ما يتعالج بالادويه. تماما يا سيدتي، تماما فكرة مثل ما تحدثتي عنها تماما. يعني هلا كلياتنا او الاغلبيه كل 6 شهور بتمر لعند طبيب الاسنان بتعمل تشيك على اسنانها، يعني لانه احنا بنعرف قد ايه وجع الاسنان مؤلم خاصه بالليل. طيب انتم بتديروا بالكم على اسنانكم او على حالتكم الجسديه؟ طب حدا فكر انه كمان لازم ادير بالي على حالتي النفسيه؟ الجسم النفسي او الحاله النفسيه هو شيء ثابت واساسي بحياتك، صحيح. ما فيكي انك تهمليه، ما فينك انك انت تقولي اي الله ما عليه. حكيتي كلمه كثير حلوه، نحن وصلنا لمرحله انه انا باخذ وبسكر، باخذ وبسكر. انت ضايقتيني، انا ضايقتك، سمعت كلمه، سمعت قصه، طلعت من صدمه حكي. فلان يلا معلش اسكت، يلا معلي لا تحكي، سكرها سكرها سكرها. اخر شيء بتوصلي لمرحله انه اذا حدا بيقول لك مرحبا فانت عندك استعداد انك انت تفتحي جبهه بوشه، انه انت بس عم تخانقيه، عم تعيطي، بقول لك انا ما قلت لك شيء، شو بك؟ وما بعرف انك انت عن جد كنتي مضغوطه كثير، عن جد انت وصلانه لمرحله تفقدي كل نوع الشغف بحياتك. ومشكلتنا ما بنسمع بعض يمكن غالية بلحظة من اللحظات، يعني لا الأخ بيسمع أخوه، لا الأخ بتسمع أخته. يمكن هي كمان دعوة إنه كلياتنا نسمع بعض، نحاول نكون قريبين من بعض، نقدر نفضفض لبعض برياحة. يعني إحنا نتمنى إنه هي النصائح يعني توصل للكل غالية. أكيد. ويبعد هي الاضطرابات النفسية عن كل الأشخاص يا رب. إن شاء الله يا رب. أكيد. نشكرك غالية، نشكر وجودك معنا، نشكر المعلومات القيمة اللي قدمتي لنا اياها. كل وقفات ثانية اهلا وسهلا، السعادة للكل يا رب والرواق. شكرا لك.